دكتور، يعني نستغل هذه الفرصة هذه ونتكلم شوية على مستودع الأموات الذي مثلا أصبح كمرفق عمومي هنا يعني بجانب مستشفى الحسن الثاني. يعني بغينا يعني الآخر ترتيبات باش أنه مثلا يصبح نعم مستودع الأموات راه قريبا سيفتح فوج العموم، لأن ما بقات حتى شي حاجة. وبالمناسبة راه توصلنا بواحد الدورية مشتركة من وزير الصحة ووزير الداخلية قصدي تبسيط مسطرة نقل الأموات. وبالفعل تم إحداث شباك وحيد بمستودع الأموات. هذا الشباك اللي غتكون فيه كاع المصالح اللي هي مجتمع كاع المصالح المتدخلة في نقل الجثث، حتى يتم تبسيط جميع المخاطر الخاصة بنقل الجثث. وراه تم الإحداث ديال بالفعل تم الإحداث ديال هذا الشباك الوحيد لمستودع الأموات. راه ربما ينطلق الأسبوع المقبل، راه غادي يكون أوبيراسيونال، غادي يكون خدام إن شاء الله. شكرا دكتور.